السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده انا حابب اعرفك، بس لو انت حابب تعرف يتعمل تزامن مع الموبايل بتاعك ومع الفيسبوك بتاعك، ان انت لو في اي عيد ميلاد يجي لك على الموبايل يعمل لك زي اشعار بيه، او يجي لك مثلا زي مناسبة، مثلا في حد هيتجوز ولا حاجة تروح انت برضه مبارك له ولا حاجة، والاعياد الميلاد القوية او الاعياد الميلاد المهمة بالنسبة لك انت برضو تبقى عارفها قبليها مثلا بفترة. اولا الموضوع ده فعلا فعلا مهم جدا بالنسبة للناس، عشان ساعات بتنسى تفتح الفيسبوك وكمان بتنسى الاعياد الميلاد او المناسبات. فانا حبيت ان انا اعرفك حاجة زي كده، ان شاء الله تساعدك، وباذن الله باذن الله تدعي لي في يوم من الايام، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناة وتعمل لي كومنت لو عجبك يعني. بص، هو اولا يبقى عندك لابتوب او كمبيوتر، هيبقى اسهل لك احسن بكتير قوي من جوجل كروم. لو انت ما عندكش كمبيوتر او لابتوب، انت ممكن تفتح متصفح جوجل كروم زي كده على يعني بالمنظر ده كده، بس برضو مش هيبقى الموضوع سهل، يعني لازم تفتحه على الكمبيوتر. هتفتح على الكمبيوتر، هتفتح الفيسبوك بتاعك، الفيسبوك اهو بتاعك اهو، الفيسبوك بتاعي اهو، وهتفتح تعمل سيرش في جوجل او تبقى بحث في جوجل على بيرثداي كالندر اكستراكتور فور فيسبوك. اهو ده بتبقى زي اداة كده بتتحط في جوجل كروم، وبتجمع لك كل الاعياد الميلاد اللي موجوده عندك على الاكونت اهو. بتفتحها اهي، بتبقى اكستنشن، حاجه اسمها اكستنشن، وبتضيفها اهي، متضافه عندي اهي. وبدخل على الفيسبوك بتاعي، وادخل عند سي مور، وادخل عند حاجه اسمها ايفنتس، هتلاقيها برضو هنا، لا اما هنا يعني الشكل ده كده ايفنتس، هنخش عليها كده، ونخش على بيرث داي اللي هي اعياد الميلاد، بيرث دايز اهو. دي كل اعياد الميلاد اللي عندي في يعني 26 ابريل، 26 ابريل، 28 ابريل، وهكذا. فانت كل اللي هتعمله هتيجي هنا وهتروح دايس على العلامه دي، وهتفتح البيرث داي كالندر اكسبورتر، وتعمل ستارت سكان اهو. هو بيعمل سكان، بيجيب لك كل اعياد الميلاد اللي عندك على الاكونت، بيجمعهم كلهم في حاجه. ان شاء الله الموضوع ما ياخدش وقت طويل يعني، فيعني ينزل بسرعه. انا حاول برضو لو الموضوع خد وقت طويل انا ايه اسرعه من عندي في المونتاج يعني. اهو، وادوس على كلمه جنريت، ادوس على كلمه جنريت اهي، وادوس على اكسبورت، اكسبورت، وادوس على انت عايزها مثلا اليوم والشهر ولا الشهر واليوم. انا خلال اليوم والشهر، وندوس جنريت. هيقول لي انت عايز تضيفها فين، اقول له انا عايز اضيفها هنا في الديسكتوب اهو كده، واجي اضيفها اهي، عشان انا كنت ضايفها قبل كده اهي. وهنقفل وخلاص كده. على كده كده احنا خلصنا من الفيسبوك. هنيجي هنا كده وهنخرج كده، نرجع تاني لورا، تبقى المنظر ده كده عادي بتاعنا جدا. وهنيجي عند المربعات اللي فوق دي كده، ونختار كالندر اهي، كالندر او التقويم اهو، بالمنظر ده كده، بالشهر، الشهر بتاعنا كده. هنيجي عند دي كده، امبورت، امبورت، وهنيجي سيلكت، هنختار الملف اللي احنا نزلناه اهو اللي هو بيرث داي كالندر اهو، وهنعمل امبورت، وبعد كده نرجع اهو من هنا. هي بتاخد وقت شويه يعني، هتلاقيها بتاخد وقت شويه اهو، يعني هتلاقيها بتاخد وقت كده، وبعد كده هتسمع اهو. بيقول لك انت سمعت 600 735 ايفنت اهو، هم دولت اهو. بس نعمل كده ريفريش، بس كل الكالندر او اللي هو الحاجات بتاعتك اهي سمعت اهي. ودلوقتي بقى يجي لك النوتيفيكيشن على الموبايل عادي خالص، وهيجي لك الناس مثلا محمود جمال، زياد حلمي، عبد الله سرايا، كل دول اهو. واجي كده، ده جون، ده شهر 6، شهر 7، شهر 8. طب نرجع كده لشهر مثلا ابريل، مارش، هو كده الشهور دي عدت خلاص، لكن احنا دلوقتي في ابريل. من بعد شهر يعني يوم 24 اهو، يوم 25 26 27، وده اوجست، 8، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، بس كده. وشهر 1 و2 وهكذا يا جماعة. ده كده انا ضفت لك كل حاجة. طبعا انت بتبقى ضايف، ثواني خليكم معايا، هعمل لكم فيديو عن الكالندر وده في الموبايل شكلها بيبقى عامل ازاي، خليكم بس معايا لحظة. اهو يا جماعة، اهو انت تيجي اهو عند التقويم اهو، او الكالندر اهو، ده اسمه التقويم بالعربي او الكالندر بالانجلش اهو، ندوس عليها تمام. اهي ظهر لي بقى كل الناس اللي موجودة اهو، يعني كل الناس اللي موجودة، شهر 5، شهر 6، شهر 7، وهكذا. شهر احنا دلوقتي في شهر 4،
دلوقتي بقى كل تيجي تقدر تعمله تعمله هنا، تدوس على اللي هو الثلاث نقط اللي فوق وعلامة تي، وعند النوتيفيكيشن تيجي تجيب الاليرت نوتيفيكيشن عايزها، يقول لك الايفنتس دي عايزها قبل بقد ايه، يقول لك قبليها بيوم، في ناس يقول لك قبليها بساعة، قبليها ب 30 دقيقة، قبليها ب 15 دقيقة وهكذا، وتقدر تعملها. وتقدر كمان يعني يقول لك لو انت عايز تخليها ان هي تتعاد كل كذا مرة تختارها، وتختار مثلا قبل الساعة 5 تقعد تعيد في نفسها، تقعد تعيد كذا مرة وهكذا. دي طبعا مش هتخليك تنسى اي حاجة، وما تقولش ان انت هتقدر تنسى اي عيد ميلاد او اي مناسبة. كل دول يعني مثلا ممكن كمان تختار مثلا زي وليكن اهو اهو مثلا ابو صلاح، دي انا زيزو، وريمون عاطف وهكذا. الناس دي تقدر تضيفهم كلهم بس كده. فانا حبيت ان انا افيدكم جدا يا جماعة، شكرا جدا ليكم، وما تنساش طبعا تعمل لايك واشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا محتاج يعني دعمكم واشتراككم. شكرا جدا ليكم، ولو في اي كومنتات او في اي حاجة عايز تسأل عليها يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.